الحين للمعايره فقط. هذا مويه حلوه مضبوط، مويه شراب. فبنقيس هذه 760 تقريبا، 760 لا وش 760 160 زي ما انتم شايفين 160. القرص كسرناه ضفناه مع السطل ذا مع المويه، يروح بال شو اسمه مع اللي بالدفاع، لان ما لقينا طريقه عشان ندخله مع من عند الطرمبه من هنا. في السطل. السطل صب هذا يا ابو، حاول انه يطلع كله. هذا نروح نتغسل شامبو هذا لما خلصته. ابو حسن ساعده في ال هذا. الحين قاعدين نعبي المكسد عن طريق الدفاع هنا علشان سرعه التعبئه. هذه المويه رايحه قاعد تعبي، هذا تشوف على الخفيف حتى الماكسد بدا يبين اصلا. سامان واتش فور يور فيس فروم خليه يخف. ما بس تكون جاهزة هي. ما عليه. الحين بس بنقيس الماء اللي طالع من الراجع ذا اللي موجودين مباشرة. هذا بحدود 4400 4500. الحين الماكينة شغالة لها تقريبا نص ساعة، فنقدر نقول الموية ان شاء الله انها صفت. كم 3200 3270